حقيقه محاضره الدكتور محمد سعيد الرحو من المحاضرات المهمه والقيمه واللي نهتم كثيرا بها اللي يخص القران الكريم وهو الاعجاز القراني. حتى شرف كبير لي ان اقف بين يدي استاذي الكبير الذي تتلمذت على يده ودرست القانون في كليه الحباء الجامعه وكان هو استاذي والذي اعجبت به وترك بصمه كبيره في يعني سجل في معلومات التي تركتها او تعلمتها على يده. اخا رقيقا سموحا رحيما معنا كان يعاملنا كانه اصدقائه خارج المحاضره. ومما لا شك فيه ان الله سبحانه وتعالى انزل على نبي الرحمه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم القران الكريم ينهى للمسلمون منه ما يعينهم على تنظيم شؤون حياتهم شتى نواحي حياتهم وفي امور دينهم ودنياهم. ولهذا جاء القران الكريم زاخرا بنصوصه المتضمنه قواعد ومبادئ عامه خالده ليكون دستورا لهذه الامه ابدا في يتوجب فيها على المسلم وحتى على غير المسلم بشكل عام اتباعها والاهتداء بها ومسائل اخرى مما ينبغي تجنبها والابتعاد عنها. لبينا الدعوه الكريمه الموجهه الينا من قبل مركز يوسف ذنون للدراسات الثقافيه والاجتماعيه، وقبل قليل انجزنا محاضره بعنوان الاعجاز القانوني للقران الكريم صوره يوسف نموذجا. سلطنا الضوء من خلال هذه المحاضره على بعض مظاهر الإعجاز القانوني للقرآن الكريم مقارنة مع الدراسات مع التشريعات الوضعية والتشريعات الحديثة، ورأينا بأن القرآن الكريم كان ولا يزال وسيبقى مصدرا للتشريعات في كثير من الإجراءات وكثير من المسائل التي يحتاجها اليوم المجتمع. من ضمن اهتمامات مركز يوسف ذنون هي الخط العربي والقرآن الكريم. حقيقة الموضوع الإعجاز القرآني احنا تناولنا أكثر من محاضرة لشخصيات مهمة في مدينة الموصل، واليوم استضافينا الدكتور محمد سعيد الرحو لتسليط الضوء على القانون والإعجاز القرآني. وكانت صورة يوسف نموذج لهذا القوانين. حقيقة كانت ندوة متميزة بالمعلومات التي قدمها والتي دائما يكرر عليها المركز لتثبيت مكانة المركز وقيمته بين المراكز الثقافية. شكرا للأستاذ أسامة يوسف ذنون مدير المركز الذي يتحفنا أسبوعيا بهذه الاستضافات.